السلام عليكم، معاكم عبد الله الشلبي من ومضة تي في. احنا اليوم الثاني في الجلوبال انتربرينور شيب سمت، ويانا الاخت سلمى من عمان. اهلا وسهلا. الحمد لله ما شاء الله وايد بنات من عمان، يعني الانتربرينورز اكثر من الشباب. ايش صاير عندكم؟ البنات جدعان عندنا يمكن. ما شاء الله البنات فعلا عندهم همة في عمان يمكن اكثر من الشباب، بس ان شاء الله ما يزعلوا مني. بس صحيح كلامك. ما شاء الله. تعطينا فكرة بس عن الكونسبت والانت يعني البزنس اللي سويتي. نحن انا واختي عايشة الحجري بدينا مشروع صناعة شوكولاتة شوكليت. احنا we are artisan chocolatiers and we are the first chocolatiers in عمان. احنا اول ناس تسوي شوكليت في عمان. بدينا المشروع نهاية 2009، الحين كملنا 3 سنوات. بس كنا في الفكرة شوية غير، يعني تختلف لان فيها الماضي والهيريتج مالكم هذا قاعد تحاولون تجيبون. بدت الفكره او تبدا من الاسم حتى. احنا اخترنا اسم، كنا ندور على اسم عربي لانه فكرتنا انه احنا ننتج شوكليت عماني يعكس تاريخنا، حضارتنا، ثقافتنا. ف على طول نقاشات بيني وبين عائشه اقترحت هي انه يكون باسم سلمى، لانه انا صاحبه الفكره كنت في البدايه. والشيء الثاني انه ايضا معنى الاسم، اسم سلمى، السلام، الهدوء، السكينه، الامور هذه، فيعني ايضا ايحاء بمعاني جميله يعني. كانت البدايه من الاسم. الشغله الثانيه ايضا احنا نشتغل على مكونات عمانيه، يعني الشوكليت مالنا مش مجرد بس بلجم شوكليت اونلي، بس الخام بلجم، لكن نحاول كثر ما نقدر كل المكونات اللي نستخدمها في الريسيبيز مالنا تكون عمانية، ونشتغل على خطين إنتاج في منتجاتنا. الخط الأول إنه إحنا نستخدم مكونات عمانية، العسل عماني، الليمون، الزعتر، الزنجبيل، كثير من الأشياء. الحين نتجه أيضا إلى الحليب الفريش العماني. تشتغلون مع المزارعين يعني؟ نشتغل مع المزارعين لأنه إذا بنتكلم على أهدافنا نحن كسلمس شوكولات، نشتغل على عدة أهداف. واحد إنه إحنا ندعم المزارعين العمانيين المحليين، نساهم ولو بجزء بسيط في المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الشراء أيضا من المزارعين. ثاني أهم أهدافنا إنه إحنا نرجع في عنا كثير من الحلويات العمانية غير الحلوى العمانية. نشتغل على الحلوى العمانية، بس في أشياء كثيرة صارت حتى في بلدنا ما صارت معروفة من قبل الشباب، فنشتغل على الحلويات العمانية اللي بدأت تندثر ونقدمها بشكل جديد للمجتمع ولخارج السلطنة. لما أجي أتكلم عن الهدف الثالث، إحنا نسعى بقوة إنه إحنا نعرف عن السلطنة من خلال منتجاتنا. الزعتر العماني نجيبه من الجبل الأخضر ومن منطقة اسمها العوابي، العسل نجيبه من المصنعة. فأنا لما أجي أتكلم عن الجبل الأخضر أو عن الزعتر أو عن العسل، راح يكون في قصة وراء كل منتج أنا أستخدمه. وهذا أعتقد كثير مصدر، أتمنى أن يكون مصدر جذب للسياح للسلطنة. الشيء اللي أيضا أشتغل عليه أيضا جاي كله من خلال سلمى كاسم سلمز شوكليت. نتمنى ان احنا نكون نموذج لقصه نجاح، لكون في مجال لو نساهم بشيء بسيط انه احنا نلهم الشباب العماني والشباب العربي ايضا من خلال قصتنا انه اي شيء ممكن يصير. مهما كانت بداياتك بسيطه ممكن توصل لحلمك اذا في عندك الاصرار والمثابره. انا بنعرف شلون مولتي المشروع، يعني الفكره شنو كانت الخطوات وشلون بديتي. هنا بتكلم عن دورنا انه احنا نلهم الشباب العماني والشباب العربي. احنا بدينا من الصفر، من يمكن 5 ريالات، 10 دولار يمكن، ما كان في راس مال. رحنا السوبر ماركت ب5 ريالات عمانية، اشترينا شوية مواد خام وبدينا نشتغل في مطبخنا في البيت. فما كان في راس مال، بس كان في رغبة للتعلم، رغبة في النجاح، كان في إصرار، كان دائما شعارنا، يعني نضحك على نفسنا بس دائما شعارنا صامدون. دائما نقول إنه إحنا صامدون. صرفنا مبالغ في حدود 15-20 ألف ريال عماني خلال سنتين وإحنا في البيت، لأنه المشروع كان يصرف على نفسه من خلال البيع. كان في إعادة تشغيل هذا المبلغ مدة سنتين. عشان كذا يعني حابة أن الناس تعرف أنه ما في شيء مستحيل طالما أنه أنت عندك إصرار. حتى لو ما عندك مال، بس ما دام أنه أنت عندك الإرادة راح توصل للي أنت تسعى له.
بعد كذا الحمد لله خلال هذه السنة صار تمكننا نحن نفتح محل صغير، وصار في دعم من وزارة التجارة من الدولة بتطوير هذا المشروع، والحمد لله يعني مع الدعم هذا صارت الناس تعرف إيش منتجنا ومن سلمز شوكليت. أي ما شاء الله. وشنو فكركم لقدام ووين رايحين مع البزنس هذا؟ كثير يعني راح نبعد كثير، لأنه مثل ما خبرتك في البداية أنه كربح مادي العمل التجاري، ما في حد بيسوي عمل تجاري بدون ما يسعى للربح المادي، ففي طبعا الهدف هذا موجود، بس احنا نسعى لأبعد من كذا. الربح المادي ممكن احنا نحققه في بلدنا، لكن عندنا حلم انه احنا نطلع خارج السلطنة بغض النظر عن اي ربح مادي، لكن حابين انه فعلا من خلال مشروعنا نعرف العالم على سلطنة عمان. فإذا تسألني إيش وفي أشياء كثيرة طبعاً، في مخططات موجودة، بس بخبرك إنه يمكن إن شاء الله خلال سنتين أو ثلاثة بتشوف سلمز شوكليت في هارودز مثلاً. إن شاء الله. إن شاء الله. شنو الصعوبات اللي تواجهها يعني المرأة العمانية عشان تبدي البزنس مالها، وهل كان في يعني صعوبات خاصة للمرأة من الأهل أو من الأصدقاء؟ لا بالعكس، الأهل كان في تشجيع كبير، يمكن يعني يعتمد على العوائل، بس نحن الحمد لله ما كان في، بالعكس يعني كانوا كثير فخورين يعني ومستغربين من الفكرة بس مبسوطين فيها. ما أعتقد في عمان في فرق كثير بين البنت أو الولد إذا أنت بتبدأ مشروع، إذا تريد تدرس أي تخصص. وصاحب الجلالة، إحنا في عمان عندنا يوم المرأة العمانية 17 أكتوبر، صاحب الجلالة خصص لنا يوم يعني، فهذا دل على شيء، دل على تشجيع الدولة للمرأة العمانية. فما في يعني أكيد في أي مشوار في عراقيل وفي صعوبات، بس أي قصة نجاح ما راح توصل لحلمك أو تنجح بدون ما يكون في صعوبات موجودة، إجراءات أحيانا مادية، أحيانا نقص في المعرفة في جوانب معينة. فيمكن هذا الجانب اللي فعلا محتاجين انه الحكومات او مثلا وزاره التجاره، شركات القطاع الخاص، انه تساعد الشباب، رواد الاعمال الشباب، انه توفر لهم المعرفه، بالذات المعرفه. يعني انا ممكن ابدا مشروع تجاري بس ما عندي فكره عن مثلا عن الماركتينج، عن الفاينانس، كيف ممكن اسوي حساباتي، كيف ممكن ادير مشروعي. الفكره موجوده والفكره مبدعه، بس محتاجه انه حد يعلمني. فأعتقد أن الحين العالم كله صار يتجه بهذا الاتجاه، دعم رواد الأعمال وتشجيعهم. نعم، يعطيك ألف عافية سلمى، والله يوفقكم إن شاء الله، ومشكورين وما قصرتوا. الله يعافيك، يعطيك العافية، شكراً.